دعما منا للممثلين الشباب، حرص أحمد الفيشاوي على متابعة عرض مسرحية المخزن اللي يشارك في بطولتها عادل ابن الراحل مصطفى متولي ونور ابن خالد النبوي. والفيشاوي المشغول بعدة أعمال انتهى الأسبوع الماضي من تصوير مشاهده في فيلم ريتا اللي بيجمعه بمحمود حميدة، وذا إنسايدر كان متواجد معهم في كواليس آخر يوم تصوير. يعني أسباب حماسي لفيلم ريتا مبدئيا بيجي من يعني أي فيلم بعمله مبدئيا بيجي من الورق، لما الورق بيبقى مكتوب كويس أنا بحس إن ده ممكن يبقى مشروع لفيلم كويس. حتى في مثل كده بالإنجليزي سمعته زمان مرة في المدرسة بيقول if it ain't on the page it ain't on the stage، يعني لو الموضوع مش هيبقى موجود على الورق مش هنقدر نشوفه على خشبة المسرح أو في الفيلم أو في المسلسل أو ما إلى ذلك. وهالورقة اللي شدة تولى كتابته معتز فتيحة. الفيلم اجتماعي رومانسي بيدور حوالين عدد من قصص الحب بين الشخصيات في أزمان مختلفة، وهالقصص بيتولى روايتها مالك منصور اللي بيأدي دور أحمد الفيشاوي. مالك بيكتب رواية عن قصة الفيلم ده ريتسا ثلاث ألوان من الحب، وإحنا من خلال مالك وكتاباته وروايته إحنا بن 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 بنكتشف هذه الشخصيات وبنكتشف علاقتهم ببعض عاملة إزاي. ومالك منصور الشخصية اللي بلعبها تشبه مثلا أحمد مراد وحيد حامد اللي هو بيبقى روائي، بس هذا الروائي نجم في مجاله. يعني تماما مثل ما نجوم هالفيلم اللي معظمهم يعتبرون نجوم صف أول، قررنا من بعد ما شفنا يعني مدى قيمة الورق انه لازم يبقى يعني اللي يقوموا بيه على نفس مستوى الورق نفسه، فده اللي خلانا خدنا وقت كتير ان احنا نسكن الادوار بالنجوم اللي هي تقدر احنا نتشرف انها في وجودها في العمل، والحمد لله وصلنا للكرو للباكج العظيمة دي. وعلى رأسهم طبعا محمود حميدة اللي رجع واجتمع مع الفيشاوي بعد ما قدموا سوى فيلم تلك الأيام. أنا لسه دلوقتي حد قال لي المعلومة أن تلك الأيام كان من 12 سنة زمن فعلا، فأعتقد أن يعني أعتقد إحنا الاثنين أنا والأستاذ حميدة زدنا خبرة في الفترة دي وعلاقتنا بقت أقوى كأصدقاء، فإحنا دلوقتي مستمتعين أكتر بكتير من قبل كده. أما عن دورة فمحمود حميدة خبرنا القليل. قصة حب بتدور بين شاب مصري وشابة إيطالية، وده بيبقى في الخمسينيات. أنا المفروض بلعب الشخصية دي بس وأنا كبير، يعني أنا فوق 70 سنة، ومن خلال حادثة معينة بنتذكر إيه اللي حصل للعلاقة دي وتطورت إزاي. وهو الكاتب هنا بيناقش برضو قضية مهمة اللي هي كيف ينظر الرجل الشرقي إلى الأنثى الغربية، كيف تنظر الأنثى الغربية إلى الرجل الشرقي، وهل هناك من إمكانية لإقامة نوع من الشراكة الإنسانية زي زواج ينتج عنه أسرة وتستمر في الحياة. فهي دي الموضوع الأساسي التالي. وبأول تجربة سينمائية لها بطل كارولين عزمي بدور فتاة جريئة. هتشوفوني بدور متحرر شوية بس ليه برضو حدود وليه ليميتس اللي أنا حاطاها أصلا من قبل ما أخش الوسط الفني. دور جديد عليا قوي، بنت مش همها أي حد في الدنيا، ما يهمهاش أي حد يقول عليها أي حاجة، شايفة الدنيا أتفه بكتير من إنها تركز مع أي حد. جريئة قوي، بتعمل في دماغها مهما كان غلط أو صح ما بتفكرش، بس هنفهم شخصيتها الحقيقية في آخر الفيلم. هو الحقيقة أنا أول مرة أتعامل مع كارولين أو أتعرف عليها، الحقيقة أنا استمتعت جدا بالشغل معاها لأنها بنت شاطرة جدا، أول مرة توقف قدام كاميرا سينما، بس كانت قد الدور وقد مسؤولية الدور الحقيقة. أما أمير المصري اللي يؤدي شخصية حسام فمشاركته بهالفيلم بترجع للسينما المصرية بعد غياب 10 سنوات تقريبا. حسام هو واقع في قصة حب ما بين شخصية مي الغيتي ومريم الخشت. أنا حاسس إن شايف إن الناس لما يشوفوا الفيلم هيشوفوا نفسهم في أي دور مي أو أي حد، يعني فهيتعاطفوا معهم أكتر يعني. وبعد جولة لقاءات مع صناع وأبطال الفيلم حبينا ننهي يومنا بسؤال أكيد خطر على بال الكثيرين، وهو شو معنى كلمة ريتسا؟ اسم الشخصية في الفيلم اسمها ريتسا، وريتسا أصلا في الحقيقة هي كائن بحري بيعيش وسط الصخور وبيتاكل.
ونبقى بأجواء الأفلام في مصر، ولكن مع فيلم للإيجار لخالد الصاوي اللي انطلقت عروضه يوم الأربعاء الماضي في السينمات المصرية، وسبقها بيوم عرض خاص بحضور أبطال الفيلم. عموما نحن جمعنا لقاء بنجمة من نجمات الفيلم وهي شيري عادل، ولكن بتعرفون تفاصيله في حلقتنا بكرة.